قادم منه إذا مفروض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافيه اخواتي واخواتي. اول شيء اذا مشان موضوع التاخير شوي تتحملونا ويكون عندكم شويه ساعه فضل تتحملوا، لانه اوقاتنا كلياتنا صعبه شوي. ف وعم حاول ان ننظم الامور بحيث تكون واضحه. اول مره عم حط معلومات للمبتدئين، واللي بعدها عم تكون للمحترفين اكثر. برجع كرر الحديث مره ثانيه وثالثه، عسى انه تلتمسون عذر بالتاخير. على كل حال، هل نحن خلصنا حكينا عن التسمية اول مره بشكل مبسط وبعدين مع التفاصيل؟ هل اليوم بدنا نحكي بشكل مبسط عن حاله نعمل سكان لحاله بسيطه؟ هلا برامج السكان اللي هون هي هون عندي اسمها سكان واي. كل نوع من انواع السكانرات له برنامج خاص فيه وطريقه تعامل خاصه. عفوا. يعني ما عندكم شيء واحد لهون كلمة سكان واي، كل سكانر إلى طريقة شكل. على كل حال راح نسمي حالة أسماء افتراضية، ما لها مهم الأسماء بالحالة اللي احنا فيها. راح نسمي الأسنان اللي بدي اشتغل عليها اللي هي أنا عندي هون السبعة، راح نسميها كوبي، والماتيريال زيركونيا. الاوبشن هذول البارامترز رح نيمهم، ما بدي اياهم هلا. انا مبدئيا انا بدي اعمل سكان اليوم فقط لا غير. اوكي، هلا بقدر انسخ هذا العمل، انسخه لاي ارني بدي اياها عبر كبس. شو كنت انا مسمي اخر واحد؟ بكبس كنترول وبختار. اذا اخترت كبست شيفت من هون لهون بختار، مثلا للسته حطيت شيفت وكبست على السته، هلا بيختار لي كل هدول. ها هاي رح اجيك بالسته بنفس اخر عمل اللي عملته. طيب هلا انا بدي امسح هدول الزوايا كلياتهم، راح ارجع اكبس على السن واعمل له كلير مسح. اوكي هذا مبنيه، وبرجع بحط شيف لوين بدي امسح، لهون امسح، مسحنا كله. اخر عمل عملته مع الشيفت بياخذ خط، مع الكنترول بياخذ سن سن اللي بدك تختارهم. هلا ال 36 هي عندي بونتك ريديوست بونتك اللي هي دميه مقلصه مشان التخزيف، ما راح فوت بالتفاصيل الثانيه. ال 34 هو سن مجاور ملاصق او adjacent tooth، وهي اخترناه. اوكي، وراح اكبس كنترول انسخه لل 38، هذول اسنان مجاوره. وفيني الغيه اذا بدي الغيه، ما عندي مشكله. هلا الفك المقابل هو عندي بالفك العلوي هذا، رح ناخذ الخمسه وسميها انتاغونست اللي هو المعكس. اوكي، وهي اذا حبيت بالشيفت على السبعه بدي اختار ثلاثه سوا. هلا هي سمينا الحاله، هي الحاله لون الماتيريال راح نختاره مثلا A3.5 مثلا، انه ما له مهم اللون هون، بس كدوكيومنت كتثبيت سجل، يعني كسجل. هلا شو عم نوع الاسكان اللي عم بعمله انا؟ هلا اللي عم بعمله انا تو ستون مودلز ان اوكلوجين، يعني عندي فكين جبصين حاطين مركبين فوق بعضهم، وعندي عده ارتكوليتر حكينا عنهم، بس التسكين انا هلا اللي عم صور عنهم هي هي، انه انا عندي فكين راكبين فوق بعضهم رابطهم عضله شمال. ما بقدر بلش بالعمل اذا ما سيفت، فسيفت الحاله هلا كبس سيف حفظناها اشتغلت عندي. هلا انا راح اروح على السكانر يلي عندي هون، انا عندي ثلاث سكانرات راح اعمل كل يوم، كل يوم يومين رح نزلكم عن واحدة منهم، عن واحدة. هلا اللي رح نعمل عليها هي النيو واي، اسمها السكانر نيو واي من اوبن تكنولوجي، هي اعلى واحدة عند اوبن تكنولوجي. شو نوع السكان؟ هي التسماية اللي سميتها قبل شوي انا. نوع العمل اللي عم ساويه سكشن مقطع، راح اختار هي انه هذا المثال مقطع مو قطعة واحدة غير مجزأ، في احيانا بيكون عند الفك غير مقطع. انا الحال بيدي مقطعه. هلا اول شيء عم بيعطيني هو اذا بنمشي نحن بالويزرد اللي هو الطريق اللي رسمته الشركه لك، 1 2 3 ستيب باي ستيب، مرحله مرحله لحتى توصل للنتيجه النهائيه. هلا اول شيء عم يلي سكان ارتكوليتر، صور المطبق
راح اجي اقول له هون هي النقطه اللي سكان، وهي الصوره اللي انا شايفها هلا هون، شو شايف هلا عم يصور، هلا مبلش عمليه التصوير. طبعا بتاكل شويه وقت حسب صورنا اول لقطه صرنا 20%. طبعا لما يكون الارتكوليتر بده يكون الهدوء بالحركه مشان ما يقع، لان الارتكوليتر حجمه كبير بالعاده بيكون، او المطبق. هلا صور صور بالعاده بيصور للمطبق ثلاث صور، يمين امام يسار. هاي لسان المحضره اللي مسمينا نحن. طيب صور هاي الصوره، رح نيجي نقلبها كافيه فيها نقاط كفايه لحتى يلقط يتعرف على الفك العلوي والفك السفلي، بتوقع كافيه هاي، اكثر من كافيه بالنسبه لمطبق. نيكست عم يقول لي سكان لور موديل، فانا رح احط بس اللور موديل. بدي انتبه كثير انه الدعامات مثل ما شايفين بالصوره، دعامات راكبين محلاتهم تمام مو عم يلعبوا. وراح اقول له سكان. هلا هي نقطة جدا جدا مهمة. هلا هي النقطة جدا مهمة. هلا هون صار عم ياخذ التصوير بعدة وضعيات مع سرعة. إذا عم تسمعوا صوت السكانر. هي تعتبر إلى حد ما سريعة شوي بالتصوير، خاصة التصوير الجو. هلا أنا بتصور بتطلع على الفك اللي قدامي، عجبتني صورته ولا لا؟ إذا ما عجبتني لقيتها كفاية بقدر آخذ ضيف صور، وراح أجي هلا مثلا هوية منيحة الصورة، بس راح أجي آخذ أنا راح آخذ وضعية اللي بدي إياها. بقول له صور على الوضعية هي، حرك على الوضعية اللي أنا مختارها. هلا هون بتحسن الوضع، هون شايفين رح آخذ زاوية ثانية، مع إني ماني مضطر بس مع ذلك رح آخذ زاوية ثانية. هون في أنيمانة طالعة ولو ما بدي إياها بس رح صورها. رح أعمل شيء اسمه انتجريت اللي هو صور إضافية عن الأساسية. هاي زاوية كمان صورها، بدي أحسن هون شوي مع إنه ما مهمين. هلا أنا صارت الصورة أكثر من كافية. خلصنا تصوير الفك السفلي. هلا رح نقول له نيكست. عم يقول لي لازم قص الزوايد اللي ما بدي اياها، طبعا انا ما رح قص كل شيء وخلي بس المنطقه بدي اشتغل فيها. هي الصوره اللي هلا بدي اخذها انا بدي اعمل عليها تطابق مع المطبق، لذلك انا رح اجي اعلم بس هالمناطق اللي ما بدي اياها اللي ما أنا مهمه. ما بقصقص كثير لانه بدي مناطق علام، مناطق يرجع على يطبق عليها. وهي ديليت. في عده طرق للقص، انا اخترت طريقه سريعه وبسيطه. ما بقصه كله لانه بدي اعمل مناطق تعليم. هلا عم يقول لي صور القبر، هي عم تحط القبر جو الفك العلوي. وبهي السكانر بده بكفي انك تلزقه بالمعجون، معجون الاطفال كافي، ما في داعي انه نروح يعني نجيب مواد تثبيت عاليه او ملقط. او في سكانرات بدها تكون السنان ثابته بشكل جيد جدا، وفي ما بده، مثل هي ما بدها، ما عندها مشكله يعني، حتى لو حرك ما عندك مشكله. عم تصور الفك بعده زوايا. طلع الفك هيك هلا كمعكس انا كافي، انا بكفيني هو السطح الطاحن، ما بدي اكثر من هيك. راح اقول له نيكس، ما بدي صور تصويرات اضافيه. قصقص الزوايا، هدول ما بدي اياهم، هدول ما بدي اياهم، راح اعمل لهم ديليت. نيكس. هلا مني صور الدعامات.
طابق الصور اللي اخذناها مع الارتكوليتر، طابقهم طلعت الصور اللي شلون راكبين صور على بعضهم. وهي العضه يعني اول شيء صور الفكين، علاقه الفكين، بعدين صور كل فك لحاله وركبه على المطبق. هلا نيكست اللي مات هذول مثل تماما ما بصير انا خربطهم، لانه راح يخربط على الكمبيوتر، راح يخربطهم كلياتهم. هلا حطيتهم هي 37 من النص هيك، هي 37 حطيتها بالنص، وال 35 وهي راح الاسكان. هلا هون بدي اصور كل دعامه من كل الزوايا مشان اطلع الحواف تبعاتها، يعني هي شغله جدا مهمه. طلعوا على الفيديو اللي عم يطلع هون، هذا التصوير حقيقي، كل سن عم ياخذوا من عده وضعيات، لانه هون نحن اهم شيء بالموضوع هو الدعامه، فبيصورها بدقه عاليه جدا. طبعا اذا زرعها لسه رح يكون التصوير اعلى واعلى. هلا طلع الصور تبع الدعامات كمان نفس الوضع، عجبوني ممتاز، اذا ما عجبوني راح ارجع عيد. هلا كلهم ممتازين. هاي المنطقه لو طلع فيها انا ما بتهمني، هاي المنطقه لو طلعت ولا لا. هلا في فكره راح اعمل نيكس، راح اقص الزوايد اللي هنين هون ما لنا شغف فيهم، وهي ديليت، هي الدعامتين. هلا في فكره انه احنا اذا لما عم نعمل زوم عم تلاقوا انه هو عم يشتغل مع نقط، هي عم يركب، طلعوا عم ينزل سامح، هي نزل الرحى المولار، وهي نزل البريمولار. عجبني الالاينمنت التنزيل. هلا كل دعم من هي المنطقه اذا متذكرين، هي المنطقه ما كانت طالعه بالتصوير الاولي، هلا طلعت وبدقه عاليه جدا، شايفينها؟ كان عم يتفرج عليه من كل الجهات. في فكره بدي اقول لكم عليها، تفرجوا على التصوير اللي عم نصوره هون. نحن راح اعمل زوم انه وكبر كبر كبر، نحن عم نتعامل مع نقط، الاسكانر بتصور نقط، بس الشغل تبعنا عمليا راح يكون على سطوح، السطح هو مثلث، سطح مستوي بده يكون، فلحتى نطلع شكل منحني غريب عجيب مثل الاسنان تبعنا، فمن هي مجموعه مثلثات. فهلا بنعمل شيء اسمه مش، اللي هو كل ثلاث مثلث كل ثلاث نقط بيربط بيناتهم بيعمل مثلث، هون مثلث هون مثلث، هي اسمها مش. هي عمليه المش جنريشن اللي هي لحتى نطلع ستون. لحد الان انا عم اتعامل مع نقط، شوفوا لما عم بعمل زوم، طبعا كل ما كان النقط كثافتها عاليه مثل ما انكم شايفين، كل ما كان دقه اعلى. في احيانا مثلا في عندنا يعني مثلا هون الصوره اخف من هون، هون الصورة أقوى من هون، هون الصورة ضعيفة شوي، بس أنا هي أني ما بتهمني، يعني ما أنا مو هون عملي، أنا عملي بهالمنطقة. هون إذا تفرجوا هلا لاحظوا الفرق ما بين هون اللون النهدي قديش الكثافة فيه، واللون هذا قديش وسيع. أنا شغلي مع اللون النهدي اللي هو الدعامات. طيب رح أعمل نيكس. هلا عم يحفظ وعم يعمل المش، هلا عم يطلب مني قبل ما يعمل مش، عم يطلب مني اعمل الهيلثي اند بونتيك، اللي هي الدميه مكان البونتيك ومكان السن المجاوره. انا من هون من هذا السن المجاور بدي نقطه التماس هي فقط، كله تحت ما بيهمني. هلا اذا ماني مرتاح فيني اجي اخذ صوره اعمل سكان، فيني اضيف صوره اضافيه، والله نقطه التماس مو عاجبتني كفايه، احط هيك وصور. طبعا بدي احط الفتح لصوره. نحن فينا نعمل ميكس بدون ما نصور، وفينا نصور نحن. هلا رح يضيفوا منطقه انا ما بدي اياها، انا ضاف مصوره، وهي النقطه الثانيه كمان ما بدي اياها، ومع ذلك رح صورها.
وصورنا نقطة التماس. راح اجي له نيكس كمان نفس القصة، بدي قيم الزوايا. اخر شيء راح نقصص كل شيء زوايا بكلياتها، راح نقيمها فرد قيمة. هلا عم يعمل مطابقة ما بين صورة الفك الأساسية وصورة الصورة اللي معنا هلا. هلا عم يعمل جنريتنج مش اللي هو عم يخلق العمل تبعنا اللي بنشتغل عليه السطوح. هلا انتبهوا رح نعمل زوم ان، صرنا عم نحكي بالمثلثات ما عم بيني هون كثير. هلا رح اجي اعمل غير طريقة الرؤية وتفرج شو كنا عم نحكي عن النقط. هلا صرنا عم نحكي عن مثلثات، كل ما كانت مثلثات أصغر كل ما كانت دقة أعلى. مجموعة مثلثات مقابل الحجه المعكس، معكس يكون مثلثات كبيره. انا المعكس ماني مهتم اني ارفع الدقه تبعه، بكفيني اللي كان. لاحظوا هون واضحه تماما الصوره، انه هون المثلثات كبيره دقه خفيفه، هون المثلثات صغيره دقه اعلى. خلصنا. هلا طلع اسطح عندي كلياتها. وين ما رحنا رح نتعامل مع اسطح، ما عاد في نقاط. درجه زوم ان شايفينهم، مثلث مثلث حتى هون في وهذا ميت. طيب انا هذا كل الحجم ما بدي اياه انا هلا بالكمبيوتر، رح اجي اقص الزوايا وبدي دير بالي انا عم اقص ما اقرب على الدعامات. انا هذا كلياته هون ما بدي اياه، بكفيني هيك. راح اعمله ديليت. الطرف الثاني بتوقع كمان ما بيهمني. وفيني خليه بس انا راح اقيمه لانه ما بفيدني بنوب هذا. اذا بيهمني جاي اعمل مناظره بالشكل ما بين طرف وطرف، فينا نعمل نخليها. طب اذا غلطت وروحت شيء فيني اكبس كنترول وزيد رجع لي هون. لا انا غيرت رايي، هدول بدي اياهم. طيب شو ريدو هلا اخترت رجعتهم هدول بدي اياهم، غيرت رايي انا هاي المنطقه ما بدي اياها، هاي راح اعملها ديليت. راح خلي الطرف المقابل، كنت بالاول بدي اقيمهم بس كونه في ناس هلا ما بدي اشوشها اخليهم. هاي المناطق كلها ما بتهمني. كافي هيك، خلصنا. فيني امسح اكثر بس انا راح اخليهم هذول. راح اعمل صح وهي جاهز هيك للشغل. هلا خلصنا نحن كل شيء. المرحله اللي بعدها رح نروح على ايقونه الاكسو، يا فينا نروح على الملفات تبع الحاله يا ما فينا نروح على الاكسو، على الاكسو كاد. اذا كبسنا عليها سكرنا السكانر ورحنا باتجاه الاكسو كاد. هلا هي انا مسميها على اسم مخبري ليمو دنتال، بدل ما يطلع ايقونه الاكسو كاد رح نسميها ليمو دنتال. بس على كل حال انتم هي ايقونه خياريه ما مهمه، كمان نفس الشيء عامل هون. انا مسميه بدل ما اسميه اكسوكاد مسميه الموديل هو هو. هلا هون ما راح افوت على التصميم لانه التصميم مرحله ثانيه. هي الحاله صورناها. طبعا بنرجع بنذكركم اذا عملنا زوم ان رح نلاقي مثلثات، بس هون انا مغير الفيو. وهي منظر الجبصين نفسه. طيب
هلا هاي اليوم حكينا عن الاسكان بهذا البرنامج. لسه في برامج تاني، انا عندي 3 سكانرات فيني احكي لكم عنهم، بس صعب اقدر احكي على كل باقي السكانرات لانه ما عندي اياهم يعني.